هذا فيديو عن الانسداح، كيف تخلي حصان ينسدح او يبرك على الارض. طبعا في نظري ما في تميز، ممكن تسويها بالخطا ممكن تسويها بالصح، وزي ما قلنا بما ان اي شخص يسويها ما في تميز، ممكن الخيال يسويها عن طريق الصح والمبتدئ يسويها عن طريق الخطا، لكن ابغى اتكلم عن الطريقه الصحيحه ولا الصح فعلها. في نظري ان تسويها زي الطبيعه، حصان طبيعته يشم الارض ينسدح بعدين يتمرق، هذا الطبيعه. لكن لما تقول الحصان اقعد على عراقيبك او اسجد سجود او اركع ركوع، هذا ضد الطبيعه، قد يكون جميل لكن ضد الطبيعه. فالطريقه الاصح اللي تخلي الحصان يسويها زي ما يسويها لما يكون بالحاله، يشم الارض لو في محله يتمرغ بعدين يقوم، فتصير السدحه فايده له هو مو لك انت، الانسداح او النوم له هو ليس لك انت، فيخلي مع الوقت ينبسط، يعني يجوز له الشغله او تجوز له الشغله. ذاك يشم الارض يحفر الارض، تفرج يمين تفرج يسار، ماخذ راحته كانك يسوي شيء مريح له هو، مو مجرد انه سوى حركه وانتهينا، لا، الفائده للحصان وليست لك. مع الوقت يبدا يحب الشغله انك سويتها بالطريقه الطبيعيه، اللي لما يكون بالحاله في البدوك كذا ينسدح، لكن مستحيل بالحاله في البدوك يسجد سجود او يركع ركوع او يقعد على رقيبه. فهذه الطريقه الطبيعيه اللي فعلها. طبعا ممكن تسويها عن طريق الخطا او الصح شيء اخر طبعا. فانا شخصيا ما ارى ان السدح دلاله على خياله، ممكن تخلي حصان يسدح وانت خيال، ممكن تخلي حصان يسدح وانت ركوبك خاطئ عن طريق اشياء اخرى خاطئه. لكن في حركات ما تسويها الا لكن تخيل، هي اللي تثبت الخيال اكثر من السدح. لكن السدح ممكن تسويه عن طريق الصح وممكن تسويه عن طريق الخطا. في نظري هاي الطريقه الطبيعيه الصحيحه اللي فعلها، لانك لو تشوف الحصان بالحاله يسدح كذا، فكم قام التفت يسار يمين كانه هو اللي مسويها مو بنت سويتها مرتاح.